trying to reach is not available. Please leave a message after the beep. أعزائي مشاهدي قناة الطريق، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجنا خليك كول. زي ما عودناكم لما بنعوز نتكلم في الأحداث اللي بتحصل اليومين دول، مش بنلاقي أحسن من الجميل الرائع كيرلس موريس. كيرلس قبل كده عمل معانا حلقتين، والحمد لله الحلقتين اللي هو اتكلم فيهم قبل كده يعني اتحققوا في الواقع. فأحسن حاجة في الشباب بتاعت مصر كمان، اللي هي الشباب الجدع اللي بتحب بلدها قوي، الوطنيه اللي بتدرس اللي بتتعلم، اللي حتى مهما اشتغلت وكبرت في السن بتفضل تقرا وتقرا وتبقى فاهمه الدنيا حواليها ماشيه ازاي. هم دول اللي بيعرفوا يبصوا لقدام، يعرفوا يتنبؤوا بالمستقبل، يعرفوا ايه اللي هيجرى بعد كده. ما بيقفوش محلك سر، لا احنا ما بنقفش محلك سر، احنا دايما عندنا نظره لقدام، نظره للمستقبل، لان احنا اللي ادرى بمستقبلنا، احنا اللي عارفين بلدنا عايزه ايه، واحنا اللي هنقدر نحقق كده، محدش تاني يقدر يحقق الكلام ده. كيرلس قبل كده اتكلم معانا زمان قوي في الحلقتين اللي فاتوا عن ارتفاع الاسعار، والحمد لله الاسعار زي ما انتم شايفينها زادت الحمد لله. انا طبعا ما كنتش مصدقه الكلام اللي هو بيقوله في الاول، لكن خلاص احنا بعد كده هناخد كلامه بثقه. عامل ايه؟ الحمد لله كويس. مبسوطه اولا انا شفتك تالت مره ومنور القناه والبرنامج. ميرسي يا فندم ليك. المره فاتت يعني اتكلمنا عن الاسعار، دي كانت من ضمن الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها في الحلقه اللي قبل كده، وانت يا كملناش كام شهر ولقينا مره واحده الدولار ارتفع، الاسعار زادت، الناس خلاص بقى كل حاجه ترتب عليها زياده في كل حاجه ممكن تتخيلها في المعيشه. الناس انا ساعتها لو تفتكري قلت لك ان الكارد المتقدم لصندوق النقد الدولي هيكون ده بمثابه المسمار الاخير في النعش. انت حتى ساعتها كنت مستغربه من الموضوع ده، وقلت لك ان الدولار هيقفز قفزه كبيره وبناء عليها ارتفاع الاسعار، وهيكون المواطن البسيط هو اللي هيكون تحت رجلين في الموضوع ده. صح، وده فعلا اللي حصل. وحاجات كتير زي قناه السويس اتكلمنا عليها، اتكلمنا على مشاكل كتير خاصه في السياحه وغيره. وده يعني الحمد لله ان لما يكون في شباب عندها القدره انها تقرا الحاله الاقتصاديه نتيجه الواقع اللي احنا شايفينه. فبتمنى ان يبقى برضو ان المجتمع والدوله تبقى تسعى وتفتح لنا صدورها تسمع لنا شويه، لان ممكن يكون في شباب صغير عنده الرؤيه وعنده القدره ان هو يحل، بس للاسف مش عارفين ناخد حقوقنا ومش قادرين ان احنا نظهر قدام الناس. طب انت ازاي قريت، يعني السؤال ده برضو سابق لاوانه، ازاي قريت فكره ارتفاع الاسعار؟ هو طبعا في عوامل كتير جدا في الاقتصاد تبدا تديكي الارم او انذار كده تقول لك ان في حاجه هتحصل. تمام. بدات اولا ان احنا عندنا توقف في السياحه، اتكلمنا فيه المره اللي فاتت، اتكلمنا على انخفاض ايرادات قناه السويس. وطبعا طالما انا عندي دول بيركزوا لي الركيزتين الاساسيتين في الاقتصاد القومي. فلما الاثنين دول يحصل عندي فيهم دروب، يبقى انا عندي مشكله في الميزانيه العموميه للدوله، لان اوريدي ما بقاش داخل لي كمان احتياطي نقد اجنبي. فالدوله تتجه لحاجه من الاثنين، يا تعمل زي ما عملت دلوقتي ان هي تبدا تعوم الجنيه علشان تبدا تسحب من العملات الاجنبيه اللي موجوده في السوق وتبدا تقضي على السوق السوداء والسوق الموازيه علشان تبدا تلم احتياطي نقدي اجنبي عشان ترفع. او الحل الثاني، فبالتالي اول حل ثاني ده تلتجئ للاقتراض من بنوك عالميه. والدوله الحمد لله اتجهت في الاتجاهين، يعني هي عملت تعويم الجنيه وفي نفس الوقت كان نوع من انواع الاصلاح الاقتصادي عشان خاطر ان لما تيجي تقترض من بنك، البنك لازم بيقيم الحاله الاقتصاديه للدوله، هل هي تقدر انها تقترض وتسدد ولا تاخد الفلوس وما تنفعش وما تعرفش بعد كده تسدد، لان في الاخر دي كلها ديون، والدين العام كل ما بيرتفع كل ما ده برضه مشكله، ان ممكن في يوم من الايام الدين العام سواء داخلي او خارجي كل ما يرتفع ساعات بيسبب ان في دول بتفلس. انا ما بتكلمش على مصر بس انا بتكلم ان في بعض الدول بتحصل فيها المشكله دي، لان هي اوريدي خلاص الديون غرقتها من كل الجوانب زي ما بيقولوا. فاتجهوا لموضوع النقد الدولي، صندوق النقد الدولي، عشان يبدا ياخد الكارد اللي اتكلمنا عنه، وبالتالي الكارد صندوق النقد الدولي بدا يطلب اصلاحات اقتصاديه. طبعا الاصلاحات الاقتصاديه ديت لازم رقم واحد لازم ارفع اسعار عشان اغطي الجاب
في الموازنه عشان يخش لي فائض اكتر، احقق ضرائب اعلى، ابدا احط دوت كله في الميزانيه العموميه، فيبقى عندي في اتفاق او توازن ما بين المصروفات والمدفوعات. الحاجه الثانيه لازم اوقف استيراد، لان النهارده طول ما انا بستورد فانا بدفع بعمله صعبه ومش داخل لي عمله صعبه، لان ما بصدرش. احنا حتى اتكلمنا في المقارنه بتاعت اليابان ومصر ان احنا قلنا احنا بنصدر بتريليون جنيه في السنه، لكن هم لكن اليابان بتصدر ب5 تريليون دولار. ففي فرق كان شاسع جدا من الاثنين يعني. فطبعا انا ما بستوردش كتير، لكن بنستورد اكتر، وبنستورد كمان سلع غذائيه مهمه نسميها سلع استراتيجيه. فبالتالي كان لازم ان هو يرفع اسعار الكلام ده، ويوقف استيراد ويعتمد على المنتج المحلي المصري عشان يدخل عمله اجنبيه للبلد اكتر، من حيث ان هو يعوم الجنيه ويسحب ده في البنوك، فيدي الثقه لدى المواطنين في البنك، ويبدا هو كل واحد فيهم يعمل ادخار في البنوك وغيره. فطبعا بناء على ده كان باين جدا خالص، الصوره دي باينه من اول، او حد بيعرف بس اقتصاد قال به اقتصاد هيعرف خلاص ان لازم هرفع اسعار. ورفع الاسعار للاسف المفروض يروح على الناس اللي المفروض يترفع على السعر، مش كل الدوله زي ما هو بيعمل النهارده في الدعم ورفع الدعم. للاسف احنا بنقيم الناس، الشعب المصري انا شايف ان تقييمه تقييم خاطئ، لان انا بقيم منين الفقير من الغني او من الطبقه المتوسطه؟ انا النهارده اصلا بعتبر ان ما بقاش في شريحه متوسطه. 90% من الشعب المصري انا بعتبره شريحه فقيره، لان هم لو بصيت لمتوسط الدخل، احنا اتكلمنا حتى على متوسط الدخل الدول، احنا بنتكلم في 229 دولار. يعني انت بتتكلمي اصلا الشعب ده بياخد الفلوس دي عشان مش عشان خاطر ان هو لمجرد انه ياكل ويشرب ويعيش. يعني المبلغ ده المفروض الانسان بيشتغل عشان يحقق طموح، عشان يحقق حلم، لكن بال 229 دولار دول هو بيشتغل عشان ياكل ويشرف عشان خاطر بس يفضل على كده الحياه، لا اكتر ولا اقل. طب هل ارتفاع الاسعار والكلام ده كله انت شايف ان هو اثر على الاعمال الشبابيه، اثر على حتى الشركات اللي بقى فيها شباب بيشتغلوا، بقى فيها تسريح كتير قوي للشباب؟ طبعا الشركات، على فكره في شركات كتير بدات تقفل، في شركات كتير، وده انا بقابله في شغلي في كذا شركه. النهارده كل شركه مثلا كانت بتيجي كل اول سنه بتعمل علاوه او زياده سنويه، النهارده الشركات هي مش قادره تعمل زياده، لان ما بقاش في راس مال، ما بقاش في فوائد، ما بقاش في مكسب. اضطرت الشركات، التكلفه ضعفت، بقت الضعف، مش ضعف مره ولا اتنين. ده مثلا في بعض المنتجات والمواد الخام اللي بتشتريها الشركات من بره ما تقدرش تشتغل غير بيها، لان مصر ما بتنتجهاش، فغصب عنه بيضطر ان هو يلجا يجيب الخامات دي من اوروبا، من اسبانيا، من وات ايفر يعني. النهارده في بعض المخامات ارتفعت سعرها 150% و200%، والنهارده بقى اللي بيورد لك البضاعه دي، المواد الخام دي من بره، بقى شايف موقف المالي لمصر ضعيف، فالنهارده بقى بيشترط على الشركات انها تشتري بالكاش مش اجل، او باعتماد نقدي. والنهارده الشركات ما بقاش عندها القوه الشرائيه، لان هو النهارده لما بيجي يبيع جوه مصر، في بعض الشركات كتير جدا خصوصا في التوريدات والكلام ده، يبدا ما يقدرش ان هو يبيع كاش، كل العميل بياخد منه بياخد بائتمان كريدت، سواء شهر 2 3 وات ايفر. وبالذات الفنادق، خدي بالك كل الصناعات المكمله، صناعه السياحه النهارده الفندق ما بياخدش فيها، يدفع له كاش. في فنادق بتاخد 90 يوم و45 يوم، يعني 3 شهور عمال ما يسدد له. طب النهارده الشركه اللي عشان تورد للاوتيل او للفندق مثلا كقطاع سياحي، وهو هياخد 3 شهور ائتمان، والراجل اللي بيشتري منه المواد الخام بيديها له كلها كاش، هو قوته الشرائيه كام عشان يقدر يكمل؟ فما بيقدرش ان هو يكمل في الاخر، فبيلجا ان هو يسرع حماله، او ان هو لو حتى موقفه المالي قوي فيبدا ان هو ما يديش زيادات، لان هو مش قادر يدي زيادات، او يضطر يرفع اسعار، ففنادق ما تبدا تدور على بديل اقل، حتى لو كان على مستوى الجوده اللي تتقدم في الاخر ممكن لسايح بيجي له يقدم له جوده سيئه، فبالتالي ده هياثر كمان على حركه السياحه، لان هو الاوتيل النهارده ما ينفعش ابقى ببيع غرفه، واتكلمنا على الكاسه دي ب 25 دولار للاجنبي سي مثلا، وال 25 دولار النهارده لما الاقي كيلو اللحمه مثلا 140 جنيه، وانا كفندق المفروض اجيبه واقدمه في الاوبن بوفيه بتاعي، ما انا النهارده هضطر اجيب لحمه من اسوأ ارض الانواع الموجوده في السوق، مش بعيد اجيب انواع اصلا لا تصلح للاستهلاك الادمي، واضطر في الاخر، ما انا النهارده ملزوم ان انا ابيع للكاستمر كده، ولو عليت السعر عن كده هو مش هيجي لي، لان في دول النهارده مقاصد سياحيه قويه وبتبيع ببلاش، النهارده تركيا وماليزيا والهند وغيره، كل الدول دي النهارده مقاصد سياحيه هامه للناس. طيب خلينا اتكلم معاك في نقطه تانية، هي نقطه الملتقى الشبابي اللي السيد الرئيس عمله في شرم وفي اسوان، او عمل كذا حاجه يعني. اكيد انت اتفرجت على التلفزيون زي اي حد ما اتفرج وشاف الرؤيه الشبابيه كتير، بس ماشي يعني احكي لي عن رؤيتك
انت كشاب لشباب زيك في السن برضو، ايه التقدم اللي حصل من خلال الملتقى ده من وجهة نظرك؟ بصيت للموضوع ازاي؟ انا الملتقى بالنسبة لي يعني دي وجهة نظري برضو في الاخر، انا شايف ان الملتقى النقطة الوحيدة اللي شفتها حلوة وعجبتني جدا اللي حصل في اسوان، خصوصا في موضوع مصنع البتروكيماويات بتاع كيمياء. اللي هو بتاع كيمياء وبيصرف في النيل، والسيد الرئيس خد اجراء انه لازم يروح، وعجبتني جدا لان الرئيس الصراحة هو بيشتغل، بس اللي معاه كتير منهم ما فيش حد بيشتغل، وللاسف انا يعني مريت بظرف كده بره الموضوع ده، بس يرتبط برضه بالموضوع ده خصوصا. كنت في مكان اثري كبير، وفي اليوم ده كان في زياره من السيد وزير الاثار السيد الدكتور خالد العنيني، واتفاجئت ان لقيت الناس بتجري 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 جوه المكان الاثري، وعماله تغير في دكك وبتحط دكك جديده وبتدهن وبتعمل اثار الزرع، وحسيت ان المتحف وكاد يتجمل. بيتجمل ليه؟ لوجود زياره مش اكتر ولا اقل. لكن لو السيادة الوزير ما زارش المكان ده، والمكان ده على فكره من الاماكن القويه جدا في مصر، لكن ما فيش حد كتير بيروحها، مش عليها اقبال لانها مش متسوق لها صح. هو قصر على فكره، قصر من ايام الاصول بتاعت الدوله العثمانيه، من ايام محمد علي وخلافه واولاده، فده قصر من الاصول بتاعت محمد علي. وكان اتفاجئت ان يعني الاهتمام للاسف احنا بنلاقيه في وقت زياره القاده. كنت برضو اول امبارح ماشي مثلا في شارع الهرم، اتفاجئت ان الناس عماله بتنظف وجايبين مكانس ومكانس جديده وواقف مع مشرف. والزرع اللي هو بقى محطوط في النص ده بالظبط، قمت على طول وقفت، صدقني قمت نازل سالت الراجل بقول له هو مين هيمر، لان انا عارف ان ده ما بيتعملش غير لما شخص يمر. اللي نفسي فيه بقى ان ده يتعمل كده لوحده، اللي يتعمل لوحده. واللي حصل بقى في اسوان حاجه مخجله جدا وتخوف المستقبل الشباب كلها. لما الشاب قال له انا هقول لك يا ريس واللي يحصل يحصل، ان شاء الله هتفصل من شغلي، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، لدرجه ان الريس قال له انت ليه بتقول كده، انت امن. هو ليه الشاب قال كده؟ لانه عارف ان ده هو ده اللي بيحصل من تحت. للاسف. ما هو النهارده احنا على سبيل المثال عندنا قانون مرور جديد، بس لما بيجي امين الشرطه يوقفك هتدفع غرامه كذا، والنهارده الشاب بقى او الراجل او الشخص اللي راكب العربيه لو خلص نفسه بفلوس خلصت الموضوع. صح. لو سيادة الرئيس هيعرف بده ومش هيقبل ده، لان في الاخر ده اسمه فساد. بس للاسف ما هو ده مش كل حاجه توصل للرئيس، وعمر ما كل حاجه توصل للرئيس عشان ما نحكمش عليه من الحته دي. لان هو مع احترامي هو مش هيقدر ان هو ينزل في كل شارع وفي كل حاره وفي كل حته جوه مصر. مصر مش صغيره، مصر مليون كيلومتر مربع. في مشاكل طبعا في الدوله، مش هقول لا، بس احنا دورنا فين؟ احنا كناس كمواطنين كحكومه كافراد، وكل افراد سواء في مؤسسه او في دوله او في نظام او في اي هيكل من هيكل اداري في الدوله، في الاخر هو شعب. يعني في الاخر سلوكياتنا هي اللي فيها المشكله. انا كويس سامع ان المرحله الاولى بتاعت اعداد الشباب القاده بدات تخلص، وهيبداوا اللي هو البرنامج الرئاسي يعينون في وظائفهم. بتمنى ده يكون موجود في المحليات ومساعدين ومحافظين. والصراحه اتشرفت جدا بالسيده المحافظ بحيره، اللي هي اول سيده تكون محافظ. النهارده عينت اول مساعد ليها شاب سنه تقريبا 27 سنه. بتمنى ان كل المحافظين والوزراء يتجهوا لهذا الاتجاه، وما يكونش اختيار الشاب الواسطه او ان حد بعته، لا يكون اختيار الشاب. وده احنا اتكلمنا فيها في الحلقه الاولى لو تفتكري، ان يكون في وزاره لاعداد الكوادر والتنميه البشريه. النهارده لما عايز وزير ما اجيبش رئيس الوزراء اقول له رشح لي، لا انا عايز سيفيهات تيجي ويكون في هيئه قوميه من افضل خبراء الاتش ار او الموارد البشريه في مصر، هم اللي يختاروا من السيفيهات دي مين اللي ينفع يطور. مش اي حد ينفع يبقى وزير. ممكن واحد يبقى دكتور وعلامه وكل حاجه، بس يجي يحطيه في ارض الواقع، هو في الارض الواقع ما اشتغلش بايديه، فما عرفش يدي، لا يصلح، ما عرفش يدي لانه ما اشتغلش بايده. الافضل يكون اشتغل بايديه. بس انا ده وجهه نظري لموضوع الشباب. الفتره الجايه هيكون ليه طبعا تطوير اكتر، طالما الرئيس هي هتبدا تدي من اول اسوان، اول ما الرئيس ادى الامان للشاب ده. لان بعد كده هيبقى في شباب كتير هتبقى في باور في قلبها ومش خايفه ناس تتكلم. طب قول لي، هل انت شايف الاحداث السياسيه واللي بيحصل لكثير من الشباب من الاهانات ايه رايك فيها وازاي بصص لها؟ اهانات من ناحيه ايه؟ عشان بس ما افهمش. يعني خلينا نتكلم بوضوح اكتر، الكذا اسره اللي من العريش دول اكيد الاسر دي فيها شباب. انا مش هتكلم عن الموضوع من ناحيه دينيه، لكن اتكلم معايا من ناحيه الشبابيه شويه.
الأسر دي أكيد بتحتوي على أب وأم شاب طفل. الشباب اللي بتبقى متهجرة دي إيه إحساس الوطنية في قلبها؟ أو هي إزاي شايفة مصر؟ هقول لك على حاجة. احنا طبعا عارفين ان الموضوع حصل، مش هنقول فتنة طائفية ولا اي كلام ده، لان في الاخر هو الموضوع كان من قبل داعش، وداعش هي جماعة ارهابية في الاخر لا ترتبط بدين، فهي بتقتل سواء مسيحي او مسلم. يعني الموضوع ده سواء احنا شايفينه في سوريا وفي العراق وفي غيره، واتكلمنا برضه في نقطة الارهاب قبل كده ان ركائز الارهاب كلها في جبل الحلال، وكنا قلنا ان جبل الحلال يعتبر ضمن المنطقة جيم، والمنطقة جيم اللي هي طبقا لمعاهدة كامب ديفيد انها منطقة منزوعة السلاح لانها بتقع ما بين مصر واسرائيل، وما هي منزوعة السلاح. والسيد الرئيس زارها. والسيد الرئيس زارها، مش بس كده، هو اخذ قرار. طبعا اللي حصل ده طبعا كان مبين ضعف الدولة، لكن سيادة الرئيس ما سكتش ان تكون الدولة ضعيفة. وعجبني جدا القرار اللي اتاخد ان الجيش يبدأ يهاجم جبل الحلال، والجيش سيطر على مناطق كبيرة جدا في جبل الحلال ان لم يكن سيطر عليه بأكمله، لان الموضوع ده بدأ بقاله اسبوع تقريبا في موضوع مناورات وحرب شرسة جدا جدا بين الجيش. وكمان حتى لما بدأوا يختاروا الجيش اللي بدأ يخش الموضوع ده، ما اختاروا اشخاص مختارة، مش اي حد، ومن فرق خاصة وصاعقة وفرق 3 ساعات 3 سبعات عمليات خاصة والكلام ده كله، بالتعاون ما بين المخابرات العامة والمخابرات الحربية، عشان يبداوا ان هم يوصلوا للعناصر دي عشان تكون ضربه موجعه ليهم. اللي حصل في العريش ما كنتش بتمنى انه يحصل لاي حد طبعا، وده بيأثر على انطباع الشباب عن البلد، وده اللي بيساعد بعد كده على الهجره، وبيساعد على ان الشاب يبدا يفكر لا انا مش عايز اقعد في البلد دي زياده، انا عايز اسافر، انا مش عايز اكمل. طبعا ده بيأثر، مش هقول لا، بس النهارده لما نعمل حاجه زي دي برضو ده قوه دوله، لان النهارده احنا تحدينا، مش عايز اقولها باللفظ ده بس انا شايفها كده بالنسبه لي، احنا تحدينا لدوله اسرائيل كمان، لان احنا تعتبر كده احنا اخترقنا لمعاهده. انا ما اعرفش هل طبعا في تنسيق حصل ما بين الدوله وما بين اسرائيل او لا، ولكن حتى لو ما حصلش احنا في الاخر وفي الاول بنحمي الامن القومي، واحنا ما دخلناش المنطقه دي عشان نحارب حد ولا ان احنا نهاجم حد، احنا دخلنا المنطقه دي عشان نحمي بلدنا من الارهاب. فانا بقى شايف ان ما فيش اي دستور عالمي في اي دوله في العالم يمنع ان دوله تحمي نفسها. احنا بنحاول نحمي نفسنا من اخطار خارجيه ومن اخطار داخليه، علشان احنا النهارده كل ما احنا سايبين الناس دي بتتحرك بمزاجها، بتقرر، بتبدا تعمل استراتيجيات، تبدا تدي ناس الباور انها تبدا تتحرك جوه القاهره، زي ما شفنا الحاسه بتاعت الكنيسه البطرسيه وغيرها وخلافه. يعني في حادثات كتير حصلت، والجامع اللي شارع الهرم، يعني مواقف كتير بتحصل ان الناس دي متسابه، فكان لازم يتهاجم المكان ده، لان هو ده الاساس، هو ده اللي بيطلع منه الرساله او المسج اللي بيتحركوا عليها كل الارهاب جوه مصر. فانا شايف دي خطوه كويسه. شباب العريش طبعا انا اسف على اللي حصل لهم كتير، ان شاء الله يرجعوا بيوتهم قريب جدا بعد ما تكون المنطقه كلها بالكاد تكون تحت سيطره الجيش المصري. احنا جيشنا اللي هو برضه فيه شباب قوي جدا، ومش اي حد يقدر يقهره، واحنا عارفين يعني الجيش الوحيد اللي اتذكر في كل كتب السماويه اتكلمت عليه، وحتى القران الكريم على خيره اجناد الارض هو الجيش المصري. شايف ان المجلس الشعب حاليا في الفتره اللي احنا فيها دي، هل يعني هل في انجازات للشباب ولا مش عارف؟ مش بتحب على طول كل حلقه تزميني في سؤال كده؟ انا مجلس الشعب الحالي، انا قلت لك المره فاتت نفس القصه وهقولها برضو، انا مش معترف باللي بيحصل فيه. في قوانين كتير جدا 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 انا بحس انها تتاخد لخدمه اشخاص معينه. لا، وبعدين حتى الرئيس يعني كل مره بيطلع فيها في اي لقاء، يعني بيقول يا جماعه يا مجلس الشعب اشتغلوا معايا، بلاش القوانين المجمده اللي ما بتحركش ولا بتقدم ولا بتاخر، يعني هو عايز يبادر بحاجه. ما بالظبط، بس هي المشكله للاسف، ودي بقى النقطه، طول ما مجلس الشعب هيفضل ينجح باللي معاه فلوس ويخش، اي نعم هو المجلس ده ما كانش كله كده، بس اغلبيته برضه كده، اللي معاه فلوس واللي معاه نفوذ هتفضل كده. من الاخر، مجلس الشعب عشان يبقى مجلس شعب لازم يكون من جوه الشعب، وعشان يكون من جوه الشعب يبقى لازم يكون في واحد من اللي قاعده في الطين، ومنه واحد من اللي قاعد كان بيلمع الجزمه سوري، ومنه واحد من اللي عنده محل بسيط، ومنه واحد من اللي عنده شركه، ومنه واحد من اللي عنده شركه سياحه، يبقى مجمع كل اطياف الشعب بس بجد،
اللي يستحق انه يتكلم لانه شاف نقطه ضعف. لكن في طبعا في اعضاء مبجلين يشكروا اللي بيعملوه، في ناس بتعمل طبعا، بس مش كتير بالزبط. لان النهارده عندنا 420 عضو، ما هو مش كلهم بيشتغلوا، اللي بيشتغل منهم قليل جدا، فحتى لو بيشتغل مش ظاهر لان الاغلبيه ما بتشتغلش. الاغلبيه النهارده بيدوروا عليهم اهل المنطقه واهل الدايره، ما بيلاقوش. هو فرحان النهارده بفسح وبيروح مجلس الشعب تلاقي، وده حصل كتير شفناه، اللي بيجمع فلوس عشان يطلعوا رحله دبي، واللي مش عارف جايبين عربيات ب 18 مليون زي ما قالوا وغيره وغيره. وعلى فكره احنا لو الموضوع بتاع العربيات ده حقيقي وفي الاخر سياده الرئيس بيطلع نقول ان الدوله فقيره، المفروض يجي رئيس مجلس النواب وكل اللي اتقال عنهم الكلام ده يتحقق فيه، والكلام ده لو صح لازم يتاخد فيه قرار. زي ما مصطفى بكري برضه على سبيل الامثله الطلب ان هو يتحقق معاه، اتفاجئنا مجلس النواب يرفض رفع الحصانه للمسؤول قدام النيابه. اي واحد، ما فيش حد كبير عن القانون، من اول اصغر موظف او اصغر بني ادم جوه الدوله لحد رئيس الجمهوريه. وعندنا امثله زي كده، احنا عندنا 2 رؤساء في السجن، فما فيش حد اكبر من القانون. 2 رؤساء دول اتحاسبوا عشان الشعب صار، عشان الشعب فاق. لكن لو المفروض ان احنا نفضل فايقين على طول، نبعد بقى شويه عن للاسف، انا اسف يعني اللي هقوله، الشباب يبعد شويه عن البرشام والحشيش والخمول وغيره وغيره، ونفوق شويه نشتغل. البلد دي محتاجه باور، باور مش بس مجلس الشعب، احنا اللي نحرك مجلس الشعب. مش هو اللي هيحركنا. لو كل دايره بدات تدي باور للراجل بتاعها وهو ده اللي عندنا، يا كده هنطالب باسقاطك، غصب عنه هيشتغل. ولازم اول قانون يصدره مجلس الشعب ان الشعب بتاع الدايره ليه حق يسقط النائب بتاعه بعد سنه لو ما بيشتغلش. مش لازم استناه 5 سنين نفرض ما بيشتغلش. ليه افضل متكبر ليه مجبر خسائر مجبر لازم اقدر اشيله. طيب نقطه تانية، في نقطه السياحه حاليا الفيزا لاي دوله ارتفعت جدا وبقى في مشاكل كتيره قوي، هل احنا بنطفش ولا بنعمل ايه؟ هو دي انا الموضوع ده الصراحه استغربت منه جدا. اتفاجئت باعلان وزاره السياحه رفع الفيزا وتاشيره الدخول لمصر من 25 دولار ل 60 دولار، يعني اكتر من الضعف. واتفاجئت بعد كده سياده الرئيس طلب مقابله معايا، وبعد كده اجلوا الموضوع لشهر 7 شهر جولاي او يوليو، لحد مناقشه الموضوع وبت في امره. انا شايف الفتره اللي هم هيبتوا بيها دي لازم القرار ده يترفض لاسباب كتير جدا. هو اولا عايز اسال سؤال، هو ليه الاجنبي بيدفع الفيزا دي وهو داخل او تاشيره الدخول مقابل الخدمه اللي بيحصل عليها جوه الدوله؟ النهارده انت ايه الخدمه اللي بتقدمها له؟ شوارع زباله كلها قمامه، بتقدم له طريق مزدحم بالمواصلات والطرق المقفوله، بتقدم له متاحف واماكن اثريه منها بعضها واغلبها غير مهتم بيها، والنهارده بقت في حال لا يرصى به، بتاخد منه فلوس على ايه؟ والنهارده لما يدفع 25 دولار عشان 60 دولار عشان يجي هنا، ما يروح تركيا ب 20 دولار الفيزا بتاعتها، ولا يروح الامارات. مع احترامي النهارده الدول دي بتشجع، وانا قلنا القصه دي قبل كده في الاعلام لما اتكلمنا على الافلام، قلنا ان احنا افلامهم بتدعي الناس تيجي لبلدهم، لكن احنا افلامنا تدعي للبلطجه والاغتصاب والسرقه والجرايم. مين هيجي لك في المنظر ده؟ النهارده انا النهارده الاول انا ممكن اطالب الجست او الاجنبي ان هو يدفع 60 دولار، بس امتى؟ لما يكون شوارع نظيفه، لما ينزل يشم الهواء بتاع البلد ما يلاقيش فيه ريحته تلوث. ونفسي اخلي وزير البيئه كده ينزل يشم معانا شويه. نفسي لما هو قاعد في مكتبه ينزل يتفرج ويشوف البيئه بتاعتنا عامله ازاي. احنا ما فيش حاجه اسمها انفيرومنتال فريندلي ولا صديقه بيئه في اي حاجه. احنا بس فالحين بنكتبها على اكياس الشيبسي واكياس المش عارف الكمامه واكياس السوبر ماركت، والاقي عليها من ورا يمكن عدم تدويره وصديق للبيئه. بس انت النهارده شمي بقى ريحه التراب ده، النهارده انت بتستنشقي كميه التراب، تروحي البيت تلاقي مناخيرك خلاص بقت كلها تعبانه، مش قادره تاخدي نفسك. هو هيدفع 60 دولار عشان كده؟ يعني بلاها، هيروح دوله ثانيه. والمفروض ان انت النهارده تفتح السوق عشان الاجانب تيجي. يعني انت برضو حتى الفتره اللي فاتت دي كلها ما حاولناش ان احنا نصلح من امور السياحه عندنا عشان نعالج على الاقل زي ما بيقولوا الفقر المادي. بصي، هو الموضوع السياحه انا محتاج تنميه بطريقه غريبه، مش بالشكل اللي احنا فيه ده خالص. كل اللي بيعمل دلوقتي ده انا بالنسبه لي ده مش اصلاح سياحه خالص. مال انا بعتبره دي خطه عشوائيه، ده بالنسبه لي. انا حتى لما جبنا ميسي
يعني يعني الشباب كلها كانت نفسها ميس تيجي مصر ويبقى من اكبر يعني حدث كبير انت جدا شفتي في لقاء مصر. إيه؟ انا لقاء مصدومة التلفزيوني؟ يعني كل حاجة ما كانتش مش ما فيهاش تنظيم. اولا انا المفروض جايب الراجل جوه مصر رايح اجيب له فرقه موسيقيه من دوله تانية، ومش حتى مش حتى مش عاملين اغاني تراثيه مصريه. انت بلدك ما فيهاش تراث، دي اول نقطه تحسب على وزاره السياحه. تنظيم الحفل، اسئله، انا اسف، للاعلام الكبير عمرو اديب، دي مش اسئله واحد لنجم جاي يزورنا لاول مره في تاريخه بعد مباراه، هو جاي لعب ماتش تبع برشلونه مع النادي الاهلي في المقويه، لكن دي مش اسئله انت تجذب منها الناس انها تيجي مصر. انت جاي بتساله انت كسبته كام، تقول له انت ايه رايك في الهرم، هو طب ايه اللي عجبك اكتر في الهرم، الراجل حتى هو نفسه بقى مستغرب بيقول له لا، عشان هرم كبير واول مره اخش اشوفه من جوه والمس الحجاره. ايه العظمه في اللي انت شفته ده؟ ايه يعني انا مش شايف ايه ايه الاسئله، ايه احساسك؟ احساسك بالاسئله دي، يعني ايه لازمتها؟ ده انا عايز اقول لك انا كان عندي افضل ال 15 دقيقه دول او الخمس دقائق دول اداهم له يتكلم فيهم عن مصر احسن. ما كان سال اصلا، حتى وقت على الاقل كان وفر وقت الترجمه، وكان وفر وقت السؤال بالعربي وارجع اترجم الاسباني، وبعد كده الاسباني يتكلم وارجع اترجم عربي، كنت وفرت القصه دي. البوينت الثانيه، النهارده الراجل لما جه هو جاي بيسوق لحاجه معينه، هو راجل بيساعد كل الدول الفقيره اللي عندها مشاكل، اللي عندها فيروس وجاي سي. جاي النهارده عشان يحارب معايا فيروس سي، باعتبار ان مصر رقم واحد في فيروس سي، مش جاي يروج للسياحه، وهو عارف انه مش جاي عشان كده. انا بحاول استغله بشكل غير مباشر عشان اروج بيه للسياحه، حلو، مش وحش، بس ده مش كده. اعمل له تريب مثلا بالهليكوبتر متصوره كلها فيلم تسجيلي واوديه اكتر من مقصد سياحي مثلا. استغل وجوده في مصر. بالظبط. النهارده انا قفلت له قفلت الشوارع عشان هو يخش يعدي موكب عربيات رهيب، ماشي، والنهارده هو لما يخش الاهرامات اضطريت افضي له الاهرامات. ايه جمالها في كده؟ ده بالعكس حلاوه البلد لما يكون، او حلاوه المكان لما يكون مليان بناس، يبقى هو داخل حاسس ان هو انسان عادي، لكن انا عاملته ان هو نبي. وده على فكره حاجه مش سياحيه ولا ده تسويق سياحي خالص خالص، ده بالعكس. انا هما كمان اعتقد ان هما كاجانب ما بيحبوش الطريقه دي. بالظبط. الحاجه الثانيه، النهارده حتى هو لو جه لوحده بقى ومن غير الزياره ومعاه الوزير ومعاه مش عارف وزير الاثار السابق، ان هو جاي يبقى مرشد سياحي ليه، ونعتبره ان هو ميسي بقى جاي متخفي بشكل شخص عادي ودخل الاهرامات من بابها كده، واتفاجئ ودخل، واتفاجئ اول واحد لقى الراجل بتاع التذاكر وهو بيديله التذكره وهو وشه يعني مش لو طال ان هو يقتله هيقتله. يخش الهرم جوه يلاقي واحد يقول له تعالى تعالى عشان اختصر لك الطريق، وينططه من فوق الحاجز الاسوار عشان خاطر ما يمشيش كتير، وبعد كده يقول له اديني 30 دولار. تمام؟ ولا بعد كده الاقي واحد راح شده من هدومه عشان خاطر يبيع له حته حاجه اثريه ثمنها 5 جنيه ماشي، يقول له ب 50 جنيه او ب 100 جنيه او ب 50 دولار. ولا يخش بعد كده الاقي واحد عمال يقول له طب تعالى شوف الجمل، طب تعالى صورني، طب بعد ما يصوره يديله يقول له هات فلوس. كاني وليكن هو بيصور ابو الهول، بيصور واحد. وخلافه كتير على فكره، ده بيحصل كتير جدا. انا للاسف للاسف بشوف مواقف كتير في الشارع، تلاقي شخص اجنبي وممكن يكون عايش في مصر داخل على مكان وليكن واحد بيبيع فاكهه في الشارع، يبقى حاجه 8 5 جنيه، يقول له بكام الكيلو ده؟ 50 جنيه. لان هو مقتنع ان هو لما يضحك على الاجنبي هو كده انت خدت فلوس كتير النهارده، بس وانت فاكر ربنا هيسيب لك دوت؟ دي حاجه. والحاجه الثانيه، الراجل الاجنبي ده لما بيعرف السعر الحقيقي بعد كده، انت عايزه ان هو يعيش في البلد دي تاني او يجيها تاني؟ ما هو احنا بندمرها كلها من الاخر كده، احنا بندمرها. وانا كمان اتفاجئت اعلان رئيس الوزراء عامل يعني زي مش عارف بيسموها لجنه من الوزراء اللي معاه عشان تنشيط السياحه. امال فين هيئه تنشيط السياحه اللي في وزاره السياحه؟ دورها فين؟ ودور الخبراء بتاع السياحه فين؟ الراجل برضه عايز يعمل حاجه يعني. ايوه ماشي، ما احنا عندنا هيكل مختص اجيب الناس دي بقى واسيطر عليها وافضل انا على دماغهم لحد ما احققه، لاني من الاخر عمر ما يكون الوزراء دي بيفهموا اكتر من خبراء سياحيين يشتغلوا في المهنه. عندنا واحد زي حسام درويش، راجل مشهور جدا وماسك هيئه تنشيط السياحه في السعوديه وعامل شغل جامد جدا، والسيسي جابه وقعد معاه، الكلام ده كان لسه من 3 شهور، قعد معاه. ايه اللي عمله بقى؟ ايه اللي استفدناه من حسام درويش كراجل مصري قاعد في البلد؟
انا ما عنديش مانع لو زهير جرانة اللي هو محبوس لو هيعرف يشغلها يشغلها. يا جماعة المشكلة مش مشكلة مين الشخص ولا هو عمل ايه ولا هو مسيحي ولا مسلم ولا يهودي ولا جنسيته ايه ولا لونه ابيض ولا اسود ولا اي حاجة. المهم اللي يشغلها يعرف يشغلها، مش مهم يكون شكله ايه. ده اللي نفس الدولة دي تعرفه. احنا هنفضل طول عمرنا بنبص لازم يكون من عيلة شكلها ايه، لونه عامل ازاي، هو دينه ايه. هنفضل لحد كده امتى؟ لحد هيقولوا لي لا احنا ما عندناش حتة الدين، لا عندنا. وخلينا نبقى واقعيين مع نفسنا شوية ونخش اي مؤسسة وخليه يشوف رب بطاقتك مكتوب عليه اسم ايه وبيعاملك ازاي. وما تقوليش هشيل خانة الديانة من البطاقة لان اسماءنا معروفة. فهي القصة كلها سلوكيات، والشعب ده مش هيتغير غير لما تتغير سلوكياته. اتكلمنا دي عن النقطة دي في الاول. لازم نغير سلوكياتنا ويبقى عندنا على الاقل يعني ارتقاء حضاري، ارتقاء ثقافي. بالظبط هذه الفكره. يعني انا شايف الفلوس الدوله كلها لازم في الفتره الجايه تتحط في التعليم، تعليم وتغيير سلوك، تربيه تربيه من اول وجديد. بصي اقول لك على حاجه، دي مش هينفع تعمل غير للغايه تعليم قوي جدا للاطفال بحيث ان الطفل انميه، بس انا مش هستنى الطفل لسه 20 سنه لما يكبر. طب والكبار؟ قانون في رابع مفيش نقاش. اصلي واحد زائد واحد بيساوي اتنين والقانون ما فيهوش عيب. احنا كلنا تحت مظله قانون واحد. اللي هيرمي حاجه في الشارع هدفعه، انا هدفعه، هياخد سجن ياخد سجن، بس همنع النظافه، اخلي النظافه ترجع تاني. ده احنا زمان كان عندنا حاجه جميله كان في الكراسه انت تفتكريها، كانت بتتكتب على الكتب الدراسيه من ورا ارشادات كتاب الوزاره تفتكري، ان مفيش حد بيفتحها. والنصائح النظافه من الايمان ولا تؤجل. ما بقتش موجوده دلوقتي لان ما بقاش عندنا اصلا. التكاتك دي لازم تتوقف في اسرع وقت. النهارده دي قطر موت، النهارده كل واحد عايز يعدي لا معاه رخصه وعايز صغير بيسوق. واللي وتلاقي ناس كتير حوالي. اسمع انا شايفه يعني انا شايفه في منطقه قريبه من بيتي التكاتك اللي بيساعدها امناء الشرطه. ما هو ده بيحصل. عارفه ليه بيساعد امناء الشرطه؟ لان معظم التكاتك اصلا بيبقى امين شرطه عنده 12 13 توك توك وبيأجرهم للاولاد. ونفس الكلام في الميكروباصات. هو انت النهارده خش موقف وتلاقي واحد واقف في الموقف بياخد من الـ من الـ من الناس السواقين بالعافيه، يعني اعتبرها جزيه بالعافيه. وفي الاخر لو راح يتكلم معاه بتلاقي اولا مسجل خطر. طب الدوله سايبه ليه؟ وتلاقي مسجل الخطر ده بيتقسم مع ناس في الحكومه في البوليس في الشرطه. انا عارف الكلام اللي انا بقوله ده خطر عليا انا شخصيا، بس انا بتكلم ان ده احنا عايزين صالح البلد. يا جماعه ادوا ضابط الشرطه المرتب، ادوا لكل الناس مرتبات كويسه. بس في الاخر بنعرف اساسا دول هتلاقوا نفسكم كسبانين في الاخر كحكومه. على الاقل الناس هتدفع ضرائب وهتلاقوا الناس بتدفع كل حاجه لان ماشيه صح. انا بقلل المرتبات فالناس بتجوع فالناس بتبدا تتجه للفساد. طهر، انا بقول للرئيس طهر باي شكل من الاشكال. طبعا الحاجات اللي ظهرت في الفتره الاخيره في تطهير الفساد وحالات القبض الكلي اللي حصلت في الفتره الاخيره دي بتقول ان الراجل اللي اسمه هشام جنا ده كان عنده حق، وبتقول ان الراجل ده المفروض نشكره ومش نحبسه. ده وجهه نظري انا، وان شاء الله هتسجن على ايدك. لا 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 انا يعني حابه اشكرك على الكلام. الحلقه النهارده كانت حلقه جميله بجد وانا استفدت منك، ويعني معجبه كمان برؤيتك المستقبليه دي جميله يعني. ميرسي يعني فعلا يا ريت كل الشباب تبقى زيك كرولوس بجد. انا فخوره بيك وفعلا بامانه كان في حد كلمني قبل كده بس انا نسيت اقول لك ان في حد بيقول لي يعني لما شفت حد زي كرولوس لا حسيت ان هو قدوتي يعني. يعني اتمنى ان الجيل ده كله يبقى انت قدوه لي. انا عدي على قدي خالص غلبان، نفسي الناس تبقى احسن مني، نفسي الناس تبقى احسن مني بكتير. بس انا اللي بطلبه من الشباب بجد كل واحد يبدا بنفسه يعني. خلونا نكون احنا حكومه، احنا نفسنا حكومه. حكومة احنا مش نفسك. معنى ان احنا انت الرقيب على نفسك. الرقيب على نفسنا. حتى لما تبقى ماشي بعربيتك ماشي في الشارع لقيت واحد بيرمي حاجه في الشارع حاول تكلمه بلو بالراحه، قول له طب ايه رايك ما تيجي نعمل كذا، ما تيجي نحافظ على نظافه شوارعنا. لما تيجي تلاقي حد بيشتم ما تقول له طب ما بلاش نشتم، بلاش خلينا نرتقي بنفسنا، خلينا نرجع شويه لربنا، نرجع لديننا. خلينا نقتدي بالدول اللي حوالينا اللي اتقدمت كتير واحنا لسه محلك سر. خلونا بلاش نبقى محلك سر، خلونا نكمل، خلونا نطلع لقدام شويه. البلد دي قلت لك صدقوني تستحق تبقى في احسن حال. انا مش عايز اقول لكم اتعرض عليا قد ايه عشان اسافر بره شغل في دول في اوروبا وفي امريكا، واتعرض عليا في الخليج. وللاسف انا بحب افضل هنا مش عارف ليه. انت عارفه ان انا لسه متجوز ومتجوز اجنبيه، يعني اول واحد كنت افكر اطلع على اوروبا ما اقعدش هنا. بس انا شايف البلد دي انا شايف حياتي هنا،
بلدنا ما فيش احن ولا اطيب، فيها حاجات كتير انتم مش شايفينها، فيها روح، فيها روح مش موجوده في حته، فيها روح فعلا. يعني اشكرك الاول بجد على وجودك معايا، وميرسي على تعبك، ومبروك على الفرح. ميرسي. ويا رب تكونوا انبسطتوا معانا النهارده بالحلقه. فكروا معانا، تواصلوا معانا على صفحه البرنامج، اللي عنده افكار يكلمنا عليها في البرنامج. البرنامج فتح ابواب، يعني ابوابه ليكوا. في اي رسائل، في اي حاجه، بعتوا لنا على الفيسبوك، تواصلوا معايا. تصبحوا على الفخر وسعاده حياتي، معكم مارينا عاطف. Trying to reach is not available. Please leave a message after the beep.